انتي عندك كام سنة مبدئيا يعني؟ 12 سنة. 12 سنة، ما شاء الله، الله أكبر. امتى بقى يا أسيل حبيتي الإنشاد؟ من وانا عندي 8 سنين في الصف الثاني الابتدائي، في تاني ابتدائي تمام. كنت بطلع في الإذاعة المدرسية، والدتي اكتشفتني، بقيت بشارك في مسابقات كتيرة جدا، والحمد لله بحصل على المركز الأول الحمد ما شاء لله، الله، الله أكبر. وبوفق بين دراستي وبين الإنشاد، والحمد لله ماشي تمام. وشاطرة في المدرسة بقى يا سيدي؟ طبعا. طيب قولي لي بقى، ايه الأول، من أول الابتهالات اللي انتي قلتيها في حياتك من وانتي صغيرة خالص، فاكراها؟ طب ممكن نسمعها؟ تمام. هي كانت أنشودة لمنشد محمد الكحلاوي عليك سلام الله. تفضلي. عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا حبيب الله، عليك سلام الله يا نور عرش الله، الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله، الله بعثك إله علام الله، أنزل عليك قرآن الله، يا بدر هل وبان، يا بشرى للإسلام، يا بدر هل وبان، يا بشرى خير وسلام، أديت رسالة الله، صلى عليك الله، عليك سلام الله يا رسول الله. الله ينور يا حبيبتي. مين بقى مثلك الأعلى في الإنشاد الديني؟ طبعا المنشد محمد الكحلاوي، بحب أسمعه جدا. تحبي تسمعيه وتحبي تبقي زيه؟ طيب مين أول واحد شجعك، بابا ولا ماما؟ صراحة والدتي.